كان ليها لازمات يعني. كانت اول ما تطلع وتخش على ماجد المصري كلنا قبل ما تتكلموا لي يا ماستر احكي لي الحاجات دي كانت مكتوبه كده بالملي في الورق ولا انت اضفتيها؟ كان ليها كام لازمه كده؟ يا مستر دي انا اللي حطيتها كويس وعدي على حساباتي يا سحر ماجد المصري اللي حطها وفي اللازمات بتاعت سحر كلها لا انا اللي اشتغلت عليها ويا صاحبتي حسيتي ان الشخصية دي هيبقى ليها كده لازمات؟ حسيت ان هي لا مش ليها لازمات. هي انا كنت مرة موجودة في مول بشتري حاجة وكان جوزي معايا كويس فحد قاعد يقول له يا مستر يا مستر يا مستر قلت بس هي دي انا عايزة دي دي بتاعت يا مستر دي انا عايزاها دي بتاعت سحر كويس فاخدتها حطيتها لسحر حسيت ان هي لايقة على الموقف كويس بس مشاهد كتير قوي قوي بينك وبين النجمة الجميلة ياسمين عبد العزيز حبيبتي. انت اشتغلتي مع نفس الجيل الاثنين او طالعين مع بعض النجمة الجميلة منى زكي وياسمين عبد العزيز من حسن حظي ده بصراحة يعني. احكي لي بقى الكواليس ياسمين عاملة ازاي؟ لا ياسمين جميلة وممثلة رائعة ومجتهدة جدا جدا وبتحب شغلها جدا ومركزة في كل تفصيلة بتحصل يعني كل تفصيلة بتحصل تخصها او ما تخصهاش هي مركزة فيها كويس فهي بصراحة لا وكواليسها مرحة وحبيبتي جميلة. المسلسل ده احنا ياسمين ثابت علينا احنا ياسمين اتعجنت في المسلسل ده يعني ضرب كان كله بقى المسلسل حتى واحنا بنتكلم انا والنجم الجميل ماجد المصري كنا بنتكلم ان كان في ضرب يعني الستات اتظلمت في المسلسل ده حقيقي وانت كان ليكي مشاهد عنيفه برضو منها حقيقي. مع عوضي ومنها مع زميلك اللي كان في الشغل ومع جوزك العنف ده بقى كنت بتتعاملوا معاه ازاي في التصوير لانه اكيد مؤلم لان في حاجات بتالي حقيقيه ده حقيقي بس عايزه اقول لك ان لا اكتر مشهد مثلا ضايقني وانا بصوره مع انه طلع حلو جدا انا وعوضي مشهدي انا وعوضي كويس لانه كان على سهوه الالم كان فجاه مش كويس. متفق عليه لا مش متفق عليه قوي بالشكل ده لا احنا عملنا المشهد لا ده جميل حبيبي يا احمد لا بس انا قلت له في رمضان انت كفايه ضرب بقى خف شويه كويس نفس الوضع بتهيالي مع ياسمين يعني هتشوفي الرد الفعل فجاه عارفه اللي هو لا مش متفق عليه اخف مشهد لياسمين في العنف استاذ ماجد المصري وهو معانا قال لنا انا قطعت لها الجاكيت يعني ده اخف مشهد اللي هو يعني بنسخن كده يا دوب فكان كان في مشاهد انا شايفه ان هي كانت صعبه جدا انت بقى وانت بتتفرجي على المسلسل وقاعده مشاهده كنت عايزه مهره تبقى مع مين؟ بصي هقول لك على حاجه احنا كنا بنتكلم في حته الحته الاولى بصي انا حسيت لما ضرب لما جابر ضربني ضرب سحر بالقلم هي تستحق القلم في الوقت ده كويس ولما ضرب مهره بالقلم لا مهره كانت تستحق القلم في الوقت ده احنا استفزناه للدرجه دي عارفه واحده بتكذب طول الوقت عليه صاحبتك فين عارفه مكان صاحبتها هو بتقولش كويس والتانيه اتجوزت وهو في السجن فحسيت لا الوقت ده وقت تمام